بسم الله الرحمن الرحيم، هتكلمكم النهارده بقى عن موضوع جديد جدا، تعليم اللغة الصينية الماندرين لانجويج. اللغة الصينية لغة مميزة جدا، لغة جميلة جدا. لو رحت الصين واتكلمت باللغة الصينية هتتلقط على طول، هتتعرف على طول انك انت مش you are not a native، انك انت مش من اهل البلد. اتقان اللغة الصينية محتاج وقت كبير جدا. هنبدأ مع بعض أول البداية، وعشان نبدأ اللغة الصينية محتاجين إن احنا نقول شوية قواعد. أولا هنبدأ بأسهل حاجة في الصينية اللي هي النطق، لأن الكتابة هتبقى مرحلة متأخرة شوية لأن فيها صعوبة شوية. إنما أسهل حاجة في اللغة الصينية اللغة المنطوقة واللي بتكتب بالإنجليزية، فده اللي احنا هنبدأ بيه إن شاء الله، إن احنا نتعلم اللغة المنطوقة. تاني قاعدة، التون بتاع الكلمة بيفرق في المعنى. يعني لو أنا قلت مثلا وو اللي هو أنا، وو غير لو قلت وو وو يعني عش عصفورة، إنما وو يعني أنا، وو أنا اللي هو نغمة منخفضة ثم نغمة مرتفعة، وو أنا، إنما وو نغمة مستمرة، وو يعني عش عصفورة. يبقى التون بتاع الكلمة بيأثر في المعنى. تالت حاجة، إن اللغة المكتوبة لغة يعني محتاجة بعض التمرس، عشان كده هنسيبها لآخر مرحلة، اللغة المكتوبة. واللغة المكتوبة بتدخل فيها عناصر كتير في الكتابة، النطق بيدخل في الكتابة، شكل الكلمة بيدخل في الكتابة، يعني شكل السمكة. لو انا عايز اتكلم عن كلمة سمكة هنلاقي شكل السمكة متواجد، الشجرة، بعض الافعال هنلاقي الفوق وتحت، يعني هنلاقي بعض الظروف المكان والزمان والكلمات مؤثرة على شكل الكلمة لما نيجي نتطرق الى الكتابة. لما احنا هنبدأ النهاردة بنطق الصينية، وهنتكلم بالمواقف، يعني هنبدأ بالمواقف. لو أنا رحت مطعم، لو أنا رحت مطعم عايز أطلب طلب معين، هطلب إيه؟ وهطلب إزاي؟ وهعرف أفهم اللي قدامي اللي أنا عايزه ولا لأ؟ لأن لو أنا جيت أتكلم مع جرسون، الجرسون مش هلاقيه أساسا يعرف إنجليزي. مفيش حد هناك يعرف إنجليزي، الإنجليزية بدأ تعلمها في المدارس في 2005. يعني كل اللي بيتعلموا انجليزي او هم الخريجين الجدد، انما الخريجين القدامى ما يعرفوش انجليزي، الناس اللي ما دخلوش مدارس ما يعرفوش انجليزي، الناس الكبيره ما تعرفش انجليزي. وانا بتكلم مع واحد كبير كده يبعت لي ابنه الصغير عشان يفهم انا بقول ايه بالانجليزي لو انا حبيت اكلمه انجليزي. يبقى احيانا هضطر للتعامل باللغة الصينية مع أشخاص صينيين عشان يفهموا اللي أنا عايز أقوله. فهنبدأ بموقف المطعم، at a restaurant في المطعم، وهنشوف إزاي أطلب طلب، وإزاي الطلبات الشائعة، مية، قهوة، شاي، الحساب، الفاتورة، وأشكر إزاي صاحب اللي جاب لي الحاجة. كل ده هنشوفه مع بعض في المطعم. طيب انا عايز ميه، وو ياو شوي، وو ياو شوي، انا عايز ميه. في الحاله دي لو انا قلت وو ياو شوي هنلاقي الجرسون جايب لي ميه سخنه، ميه بتغلي. ميه بتغلي؟ اه بتغلي، لان الضيافة عندهم في الصين ميه بتغلي،
وليس ماء بارد. طب فرضا بقى انا عايز ميه ساقعه، يبقى لازم اكون سبيسيفيك محدد في الاختيار، ما اقولش انا عايز ميه بس. لو قلت انا عايز ميه هيجيب لي ميه سخنه، هيجيب لي ميه بتغلي، ميه من زي اللي في الشاي كده بس من غير شاي، جيب لي ميه سخنه، ده الضيافه في الصين. فلو قلت هو ياو شوي هيجيب لي ميه بتغلي، فانا اقول هو ياو بينج شوي، هو ياو بينج شوي. لو قلت هو ياو بينج شوي هيجيب لي ميه بارده، ماء بارد. يبقى مهم جدا تحديد درجة حرارة الماء لو حبيت أشرب مية ماء بارد. طيب، طب أنا عايز أشرب شاي، وو ياو شا، وو ياو شا، أنا عايز شاي، وو ياو شا. طيب عايز اشكر اللي جاب لي الحاجة، اقول له ايه؟ تشيشي تشيشي، اللي هي شكرا طبعا معروفة جدا، اشهر كلمة في الصينية كلمة شكرا تشيشي تشيشي. طب انا مش عايز مية بتغلي، او انا مش عايز مية، وبو ياو شوي، وبو ياو شوي. طبعا انا مش عايز وبو ياو، وبو ياو. طب انا مش عايز ميه بتغلي، وبو ياو شوي. طيب انا مش عايز ميه بارده، ماء بارد، اقول وبو ياو بين شوي، وبو ياو بين شوي. طيب عايز الفاتوره، عايز في الحساب، وياو ماي دين، وياو ماي دين، انا عايز الايه الفاتوره، او عايز اي وان ذا بيل، انا عايز الايه الفاتوره، ماي دين وياو ماي دين، انا عايز الايه الفاتوره، انا اريد الفاتوره، وياو مايدن. طيب انا عايز دي، انا عايز دي، وياو جيج، وياو جيج، انا عايز هذا الشيء. طب انا عايز الحاجة اللي هناك، وياو ناج، وياو ناج، أنا عايز اللي هناك، أنا أريد ذاك الشيء، وياو ناج، وياو جيج، عايز الحاجة دي، وياو جيج. طيب عايز الفاتورة، وياو مايتين. طب عايز ماء، اريد ماء، وياو شوي، عايز ماء بارد، وياو وياو، اريد ماء بارد، يبقى بين شوي، وياو بين شوي، وياو كافي، وياو كافي، عايز قهوة، وياو كافي، عايز قهوة، أريد قهوة، وياو كافي. طب عايز ماء، وياو شوي، أريد ماء بارد، وياو بين شوي، وبو ياو كافي، أنا لا أريد قهوة، وياو شا، أريد شاي، أريد وياو ماي دين، أريد الفاتورة، وياو ماي دين،
أريد الفاتورة، تجيب لي الحساب بقى بعد إذنك. وياو ماي دين بكده، يعني نكون فتحنا شوية في التعامل مع المطعم. لو حبينا ان احنا نقعد في مطعم في الصين نقدر ان احنا نتعامل و يعني نوصل اللي احنا عايزينه. شكرا، السلام عليكم.